في شأن اليمني، حيث لا يزال إعصار تشابالا يثير مخاوف السكان والصيادين على وجه الخصوص من مدينة عدن، مع استمرار تزايد ارتفاع منسوب مياه البحر في شواطئ المدينة. نبيل اليوسفي والتفاصيل. هنا في مدينة عدن أدى ارتفاع منسوب مياه البحر إلى غرق شخص وتضرر نحو 50 قاربا، وهو ما اضطر الصيادون إلى إخراج قواربهم خوفا من هيجان مياه البحر مع اقتراب إعصار تشابالا. نحن تضررنا من الإعصار تضرر كبير، تمام، ويعني والتضرر كبير هذا، والحكومة لا تلفت علينا بأي شيء ولا عوضنا احنا بأي شيء، ونحن رزقنا ومصدرنا كله من البحر. ويخشى سكان مدينة عدن أن يجتاحهم الإعصار في وقت لم تتخذ فيه السلطات المحلية في المدينة أي تدابير احترازية من خلال نقل السكان القريبين من السواحل إلى مناطق آمنة أو توفير ملاجئ لحمايتهم.